احنا هنا؟ ايوه هنا. انا بعيد قوي. محدش يزق قلبي، محدش يزق قلبي. تعالي جنبي، تعالي جنبي، تعالي. انا مهلك بقى، مش مصيبه. انا قابله الكف. ده احنا رقصت رقص. نعم. انت فين؟ طيبين قوي. عند ساره صاحبتي. ساره مين؟ ساره بتاعت زمان؟ اه. وايه اللي فكركم ببعض يعني دلوقتي؟ فراغ. انت هترجعي امتى؟ بوبا يا بوبا، يا مجازمه بوبا. انت مالك؟ بنت بتاعت الميك. احنا بنتكلم من اول المكالمه كويس، ما تخلينيش اقفش عليكي. اقفش. اخلصي. هترجعي امتى؟ لما اخلص. بصي انا قدامي ساعة وهرجع البيت، نفسي ارجع ما الاقيش. هتشوفي هديل هعمل فيك ايه. باي سيف هديل. بقولك نعم. خلي بالك من نفسك، تحبي اجاختك. ثانك يو. ارتاح. باي. كلمي مين يا مزة المزز؟ انت مالك يا جزمة الجزم؟ سيف. ايه ده، هو فين صحيح؟ انا ما شفتوش قبل كده. الله يخرب بيتك، انت مالك يا ستة؟ مع اصحابه اتخانقنا قبل ما ننزل. ايه الخناق والنكد ده؟ اتخانقتوا ليه؟ قفشته بيتفرج على فيلم بول. وماله؟ الراجل بيعمل تريننج عشان يجدد. فيها ايه يعني؟ اصل هي كنت بتقعدي تتفرجي معاه طبعا يعني. لا، هدير طول عمرها ما بتحبش الكلام. لو سمحتوا يا جماعه، انا ما بحبش اتكلم في الموضوع. خلاص ما تزعلي، انا فاهماكي. خلاص. الدولة، هو انتوا لما اتجوزتوا كنتوا كل يوم تعملوا اسئله اولى ابتدائي؟ اي بنت مخطوبه بتتخيل ان بعد الجواز هتبقى الحياه ورده كل يوم مش هقلبزات بقى ودلع وكده. لكن لا، اقدر اقول لكم بعد سنتين جواز احنا ممكن نعمل كده مثلا مرتين في الشهر. بس انا كنت فاكره ان الحياه هتبقى احسن من كده. قبل الجواز كانت احلى. ايه علاقه علاقه؟ هو كان في علاقه بالجواز اصلا؟ ما انا ما كنتش فاشله. يا نهار ابيض، ومين عامل فيك كده يا دين؟ ايه يا عبيطه انت كمان؟ سيف طبعا، امال هيتجوزني ليه؟ برضك الحمد لله انه اتجوزك. ليه ان شاء الله؟ هو كان ممكن ما يتجوزنيش. عارفين يا بنات، وانا صغيره ماما كانت مفهماني ان الكلام ده قله ادب. اه بجد، كانت مفهماني كمان ان الولد والبنت لو باسوا بعض يجيبوا عيال. تخيلوا، انا فضلت كده فاهمه الموضوع ده لحد الجامعه. كل الامهات بتقول نفس الكلام ده، لدرجه ان انا خلاص هخلف من بقي. انا امي كانت تقولي لو حد مسك ايدك هتخلفي. ده احنا اكثر تطور وتمدن. طب وانت يا جان؟ ايه بتعملي ايه مع الخطيب؟ مين يعني؟ عماد. بصي، على ما اعتقد يعني تذكر كده تقريبا بسني، او على ما تتذكر يعني كانت فرنش ولا ماسك فورتك يعني. لا طبعا انا ما بسيبوش يعيش اللحظه كده يعني، ما بسيبوش يتطور معايا قوي كده. ايه ده تليفوني فين؟ بيرن ده صح؟ تليفوني. تليفوني الفضول ده. ايه؟ لا اي علاء. وصلك رقم بيته؟ وصلني الرقم. قفل السكه في وشك طبعا. لا لا لا، قفل السكه. انت بتقول ايه يا ابني؟ انا اصلا ما كلمتوش. يا ايه، الراجل ده مجنون. ما علينا، المهم هاتي ورقه وقلم علشان اديكي العنوان. حاضر. ايه بقى ورقه وقلم دي؟ ايه الطلب الغريب ده؟ في ورقه وقلم في البيت ده ولا ايه؟ مفيش حد. طب بقولك يا عماد، ما تبعت لي العنوان دوت SMS، ويعني لو في تفاصيل بقى، بيصحى الساعة كام، بيروح فين،
تعالي ابعتها لي كلها ممكن؟ اوكي ميرسي. باي يا علاء. يعني ايه؟ هو ايه اللي يعني ايه دي؟ انت نسيتي الانجليزي؟ ماسترز. رحت انجلترا درست شهادة ماسترز في سلوك الانساني، وخدت كذا دبلومة كمان في عقلية الطفل. يعني انت دكتورة؟ لا انا طبعا مش دكتورة. ايه ده؟ انا مش فاهمة حاجة. ولا انا. اوكي، يعني البيبي من يوم ما يتولد لحد ما يبقى في سن المراهقة انا دارسة ازاي اعالجه، بحلله مشاكله سواء في السلوك او في الحياة. يعني شو... انتي فاتحة عيادة؟ لا يا حبيبي انا مش فاتحة عيادة يا حبيبتي، انا عندي بيج على الفيسبوك والموضوع كده بيمشي بالعلاقات. انتي بتعملي تشات معايا اهو. تشات مع العيال الصغيرة بقى. تشات ازاي يعني؟ لا يا زفت انتي وهي. انا بروح لهم بيتهم بعالجهم، بعمل السيشنز بتاعتهم في البيئة بتاعتهم، كل واحد على حسب مشكلة. بروح لهم بيتهم. بس شغلانة غريبة جدا. هي غريبة بس ممتعة. احلى حاجة فيها لما تشوفي سلوك الطفل بيتغير قدامك تفرحي اوي. عمرك حبيتي يا سارة؟ لا بس صاحبت كتير. نعم. ما اقدرش اعيش من غير سارة. بنقضي وقت لطيف، بنشرب مع بعض، بنتفرج على فيلم، نقل ادبنا شوية، مفيش مانع. بس ما حبيتش، لسه ما لقيتش راجل اصدق. انا عايزه ارجع القرف. استنوا شويه، استنوا شويه. الو، انت فين؟ موجوده. ما رحتيش الكنيسه ليه؟ انا عند ساره صاحبتي. هتخلصي امتى؟ انت مالك؟ انا اشتريت الشبكه. خدت الاذن الاول؟ جان مش كفاية بقى. ماشي يا عم. هتخلصي امتى مع صاحبك؟ شوية. تسأل ليه؟ الساعة 12 لازم نكون مع بعض. بص يا عماد، بحبك ومش هقدر ما اكونش معاكي. طيب خلاص، فوت عليا عند سارة صاحبتي، بس تعالى من غير عربية، انا مش عايزة اسوق. العنوان فين؟ هبعتهولك في مسج. اوكي يلا باي. باي. ده خطيبك؟ ايوه. بتكلمي ميري كده ليه؟ عادي يعني. هو انت ليه صحيح ما حكيتيش حاجة عنه خالص؟ هو مين؟ اللي هو انت. عماد. هو عماد. بص يا ستي، عماد محاسب في بنك. وايه كمان؟ هو اجمل حاجه فيه انه بيحبني. وانتي ايه يعني؟ ايه؟ بص يا دو، مش مهم قوي تاخدي واحد انتي بتحبيه، المهم هو يكون بيحبك قوي. ايه الفلسفه الزباله دي؟ جد انا وجهه نظري كده. المهم ان انا مرتاحه، هو مبسوط جدا، بيعمل لي كل اللي انا عايزاه. ما تغيرتيش يا جاني. ما انا عارفه.